السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: لو أنا لسه بادئ في مجال بيم، هل أدور على تخصص محدد وأشتغل عليه، ولا أبدأ في الأول بشكل عام؟ الأول يبدأ يعرف إيه هو البيم، وإيه هي المجالات بتاعته، وإيه هي الاستخدامات، وإيه هي الأهمية بتاعته، وليه إحنا مهتمين بيه، والحاجات دي كلها. وبعد كده شوف التخصص بقى اللي أنت عايزه. يعني خلاص اتخذت الكلام العام، فتقدر بقى تشوف: أنا عايز مثلا معماري، إنشائي، كهروميكانيكال، أو عايز أشتغل في فاسيلتي مانجمنت، أو عايز أشتغل في الاستدامة. الحاجة اللي أنت تستواها هتلاقي تطبيق ليها من خلال البيم، ممكن من خلال الإدارة تقدر تعمل إدارة للمشروع من خلال البيم، وهكذا.